اتفضل. طيب لما جم وجهوا لوم لموسى ديان، خلي بالك سيادتك، كانوا بيعتبروا موسى ديان بطل قومي بطل عسكري، وموسى ديان كانوا بيعتبروه هو الخبير بالعرب. جولدا مائير هي خبيرة امريكا، خبيرة امريكا، نعم. فوجهوا اللوم موسى ديان لموسى ديان، نعم. قالوا له انت ده الكلام ده اللي كاتبه هارون برجمان، قالوا انت ازاي بلعت الطعم ده، ده طعم، نعم، ازاي بلعته؟ قال ايه بقى؟ واحد، المفهوم لم يكن اختراع، ده كلامه نصا يعني، ايوه، وعشان كده هقراه من هنا، ناتج عن عبقريه المخابرات او وزير الدفاع، ولكن ده نشا من معلومات حساسه وهامه من مصدر اعتقدنا انه من احسن المصادر التي يمكن حصولها، يقصد بها اشرف، اشرف مروان. هذه المعلومات التي شكلت المفهوم احنا اختبرناها وثبت صحتها اللي احنا قلناها. ده هو بيبرر ليه. نعم. كمل بقى، قال انا اقول لكم بكل ثقه يعني، اي جهاز مخابرات في العالم غير موساد، او اي وزير، او اي رئيس اركان، تجيله المعلومات دي اللي خدها من المصدر، او يعرف مصدرها مين اللي جابها وازاي حصل عليها، هيصل الى نفس النتيجه اللي احنا وصلناها، انه يقبل هذه المعلومه. بلع الطعم، عظمت كده، بلع الطعم، بلع الطعم، نعم. وهنا بيبرر من اللي عملته من بدري، تدريب، تجهيز، تسريب معلومه ورا معلومه توصل النتيجه اللي مش ده بيتكلم عليها. يعني عشان كده انا بقول ايه، ان انا هفترض او المنطق يقول ان الكلام ده حصل، لابد في جهه فنيه متخصصه، نعم، بتوجه، نعم، ويعني ده تقديري. البروفيسور اوري بار يوسف ده مؤرخ يهودي برضه، قال لك ايه، مروان كان محل ثقه ويعتمد عليه، نعم، ومخلص لاسرائيل، نعم. طيب نكمل بقى اللي بعده، قالوا ايه كمان؟ طب عشان بقى نوصل للكلام، احنا بنقرا من ورا، خلي بالك، نعم، وانا قاصد يعني، نعم، كويس، عشان نوصل للكلام ده الى جانب خطه الخداع الاعلامي والسياسي، نعم، اللي هناك اللي هنتكلم عليها، انا بتكلم هنا على الفقره بتاعت اشرف،